صدور قرار قيادة المرأة ومرور 4 سنوات على السماح للمرأة بالقيادة. خلونا نستذكر هذه اللحظة التاريخية وكيف مكن المرأة السعودية وأصبحت قادرة على خدمة ذاتها والمجتمع. خلونا نشوف إيش أثر هذا القرار وكيف غير من حياتهم. قرار ممتاز وخدم فئة كبيرة من البنات صراحة بحاجة إنه إحنا نسوق من أول. خدم إنها تعتمد على نفسها، تسوي مشاويرها في نفسها، ما نحتاج زي أول إنه السواق لازم يودي ولازم يجيب. فصارت الحرمة تقدر إنها تسوق، تخدم، تروح دوامها، تسوي متطلباتها. هذا شيء إيجابي لنا صراحة. الدعم هذا خلى المرأة تعتمد على نفسها أكثر، ما خلاها تعتمد على سواقين أو تعتمد على شركات توصيل أو كذا. أنا وقت الانتظار أو خلاص مجرد أن هي تحتاج شيء تأخذ سيارتها وتمشي على طول. زاد الثقة، صارت الوحدة تقدر تأخذ مشاويرها بنفسها. يعني حتى أنت لو تلاحظ، يعني لو أنت طلعت الشارع بتلاحظ أنه قبل مثلا أول بداية قرار القيادة كنت تلاقي سيارة سيارتين ثلاثة، بس الآن أتوقع في الشهر الأخيرة والسنة الأخيرة يعني نسبة كبيرة ما تلقى عائلة ولا تطلع ولا تلقى بيت إلا وفي يعني عندهم بنات يسوقوا من عند من نفس البيت. أول حاجة راحة نفسية للأسرة كاملة، تبغى تروح تودي ولدها مستشفى، بنتها مدرسة كذا، الزوج مشغول، يعني هي متكفلة صارت هي بكل شيء. كثير من زميلاتي بيشتغلوا مندوبات لشركات أدوية، فمثلاً لازم تلاقيها اليوم في جدة، بكرة لازم تكون في الطائف، لازم تقابل الدكاترة اللي هناك وهكذا. كان مرة صعب عليها التنقل بين الأماكن، بس الآن الحمد لله الموضوع يعني صار أكثر تيسير يعني، وأكثر استقلالية وأكثر أمان. لما أكون أنا في سيارتي وبنفسي ويعني الأمان أكثر من إني أكون مع أحد غريب أو حتى لو السواق. الصراحة فرق كبير، يعني أنت لو تسأل أي بنت بدأت تستقل وتسوق حتجاوب نفس أجوبتي. في عام 2018 استلمت أول فتاة سعودية رخصة قيادة وقامت بنشر الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت ممتنة بهذا القرار لسماح بقيادة المرأة اللي هو أصبح إعلان تحول تاريخي في دور المرأة السعودية الذي كان حلم وتحول إلى حقيقة. باسل ممدوح، MBC، جدة.